أهلا بحضراتكم من جديد. يعني استكمالا للحوار نرحب بضيفنا في استوديو الأخبار بالتلفزيون المصري دكتور سعيد الزغبي، دكتور العلوم السياسية جامعة قناة السويس، لمناقشة كل هذه القضايا والتطورات. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ سارة. بداية النهاردة يعني كان مشهد يعني غاية في الروعة، قمة القاهرة للسلام اللي عقد النهاردة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور أكثر من 30 قائد ورئيس وملك دولة. كيف شاهدت هذا المشهد وسرعة عقد هذه القمة؟ أستاذ ثورة، خلينا نقول أن مصر لها الضربة الاستباقية في الحرب وفي السلام. في 73 كان لنا الضربة الاستباقية وانتصرنا في هذه الحرب، وفي السلام أيضا إحنا لنا الضربة الاستباقية الأولى لحل الخلافات وإدارة الأزمات والنزاعات اللي موجودة عندنا في المنطقة. ليست هي المرة الأولى حضرتك، إحنا نشوف مصر ومؤتمر دول الجوار اللي حصل من حوالي 3 شهور للأزمة السودانية، نشوف أول دولة عربية كانت بتتكلم عن فض النزاعات والجنود المرتزقة أو المرتزقة وتصدير الأسلحة إلى ليبيا. مصر هي يعني الدولة العربية الأولى اللي بيكون لها هذه الضربة الاستباقية سواء إذا كان في الحرب أو في السلام. النهاردة بنشوف هذه يعني الفرحة العارمة زي ما حضرتك قلتي بالنسبة للدعم الإنساني اللي داخل من خلال معبر رفح. عايزين نقول إن مصر كانت من أولى الدول في العالم العربي اللي نددت في هذه الاشتباكات اللي كانت حاصلة في قطاع غزة. مصر أول دولة أيضا في العالم العربي اللي أصدرت بيان رسمي شديد اللهجة وبقوة ومباشرة لفض هذه الاشتباكات. فأنا أعتقد أن يعني هذا المؤتمر مؤتمر السلام ضربة استباقية لمصر في السلام ومواجهة هذه الاشتباكات وحل هذه الخلافات. عايز أقول لحضرتك على حاجة، إحنا عندنا من الرصيد والمخزون كبير جدا لحل هذه المناقشات أو حل هذه الاشتباكات اللي موجودة فيه. قبل ما نتطرق لهذا المخزون وهذا الرصيد، يعني مصر دعت لعقد هذه القمة بسرعة غير عادية، لكن كمان استجابت دول العالم وقيادات العالم للقمة بهذه السرعة، يعني ماذا يعبر عن ثقل مصر وقدرتها على التدخل في الأوقات الحرجة؟ شوفي، احنا عندنا في العلوم السياسية اتنين فاعل، فاعل مارق اللي هو بيعمل الحرب وبيختلق الأزمات وبيختلق الحروب وفي عندنا فاعل مؤثر وقوي. اعتقد اللي احنا شفناه، مش احنا بس اللي شفناه، العالم كله شاف 31 دولة او 30 دولة زي ما حضرتك بتقولي وثلاث منظمات دولية منهم الاتحاد الافريقي قدام العالم كله بيستجيب لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر ورسم خارطة الطريق لحل هذه الاشتباكات. اعتقد ان احنا فاعل مؤثر قوي جدا في المنطقة وفي المجتمع الدولي. وعايز اقول لحضرتك ان احنا السياسة او ملف في السياسة الخارجية بتاعنا من حوالي 5 سنين يتسم بالإيجابية والفاعلية في المنطقة. عند حضرتك كذا إدارة للنزاع في هذه المنطقة، يعني لو تفتكر حضرتك الاجتماعات اللي كانت بين ملك الأردن والعراق لإعادة إعمار العراق، لو حضرتك تفتكري في 2022 وإحنا لما أرسلنا إرسال مساعدات لقطاع غزة لإعادة البنى التحتية وإعادة إعمار غزة، كل دوت مصر سباقة ومصر رائدة. وأعتقد أن احنا فاعل مؤثر قدام المجتمع الدولي باستجابة الـ30 دولة أو الـ31 دولة اللي جم وحضروا هذا المؤتمر. وخلي بال حضرتك كمان بيأيدوا وجهة النظر بتاعتك، بيأيدوا الرؤية بتاعتك في حل الاشتباكات. الـ30 دولة لا مجال للخلاف بينهم وبين القيادة السياسية في مصر، لا مجال للرؤى في فض الاشتباكات وفض النزاع اللي حاصل في قطاع غزة. توحيد في الرؤى، توحيد في الاستراتيجية وتوحيد في الآلية لحل هذه الأزمة، ليس فقط الحضور ولكن أيضا توحيد ومشاركة في نفس الرأي، توحيد ومشاركة في فرض أو عرض الآليات والاستراتيجيات لحل هذا الموقف. إذن إحنا هنا في مصر فاعل مؤثر في المجتمع الدولي ككل وفاعل بيفرض كلمته في المجتمع الدولي وفي المنطقة. إحنا أكبر دولة تقدر تدير النزاعات اللي موجودة في المنطقة. إحنا شفنا حروب وشفنا معاهدات
سلام وشفنا اتفاقيات، اعتقد مش هيبقى في دوله في العالم العربي زينا اللي تقدر العالم كله يستجيب وتيجي 30 دوله وثلاث منظمات دوليه في هذا المؤتمر. دكتور سعيد، يمكن القادة الحضور في هذه القمة، قمة القاهرة للسلام، يعني اتفقوا في بعض النقاط، لكن أكيد كان في نقاط خلافية، لكن أعتقد أن نقاط الاتفاق كانت أكثر، خصوصا ما يخص الإنسانية وقتل المدنيين الأبرياء العزل. يعني لو تكلمنا عن تأثير انعقاد هذه القمة في الشارع بشكل عام على المستوى الدولي، ويعني التأييد للقضية الفلسطينية وما يحدث وتجريم ما يحدث من المحتل الإسرائيلي، يعني اخبرني أكثر عن مردود هذه القمة، خصوصا أنه يعني قمة ضمت كل هذه القادة من هذه الدول، وكان في طبعا بث مباشر على الإعلام العالمي. شوف حضرتك، القمة اتناولت ثلاث جوانب أو ثلاث مسارات مهمين جدا. الجانب اللي حضرتك بتتكلم عنه الجانب الإنساني، وهو ده الجانب اللي احنا بنقول عليه الجانب العاطفي بالنسبة للشعب أو الجمهور في المجتمع الدولي كله عموما. لما تطري حضرتك الأطفال وتطري هذا القصف ونلاقي المساكن والبيوت بتهدم على الأسر ويفقد أم ويفقد أباء، أكيد ده شعور. حتى دور العبادة والمستشفيات طبعا. والمستشفيات، شوف صحيح. حضرتك مستشفى من يومين المعمداني والحصل والمدرسه التابعه للأونروا، تمام. وعايز اقول لحضرتك ليس قطاع غزه فقط، ولكن عسقلان، شوفي حضرتك عسقلان ايضا اليوم بتضرب بطريقه وحشيه، اكثر من 1000 صاروخ سقط على عسقلان، اكثر من 20,000 مهاجر من عسقلان سابوا عسقلان ومشوا راحوا في اماكن اخرى وسابوا هذه المنطقه. يبقى اذا انا بتكلم هنا في القمه على الجانب الانساني. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز جدا 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 على هذا الجانب الانساني أو الجانب العاطفي بالنسبة للمجتمع الدولي. حضرتك كل لما نيجي نشوف هذا القتل والمستشفى، أكثر من 500 قتيل في مستشفى المعمداني، دور العبادة، ليست دور العبادة للمسلمين ولكن أيضا للمسيحيين، لكل دور العبادة. أعتقد أن هذا المشهد يقشعر له الأبدان، وهو ده اللي بدأ به سيادة الرئيس. أقدم كنيسة في الضفة. طبعا طبعا، يعني شوفي حضرتك، يعني هذا يعني لا يمس المسلمين فقط ولكن أيضا يمس المسيحيين أيضا، ويمس تراث للعالم العربي كله، القدس وقطاع غزة وأهل غزة بالنسبة لنا وبالنسبة للعالم العربي. أعتقد أن فلسطين تمثل في هذا القطاع، ولذلك احنا حريصين دايما أن احنا في المجتمع العربي ليس في مصر فقط أن احنا نسمع ونداوم على هذه الأخبار الموجودة لأهل وسكان قطاع غزة. يبقى أنا عندي في مسار هو الجانب العاطفي أو الجانب الإنساني، واللي ركز عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الخطاب بتاعه، وكان اعتقد ان ده لم اسره المجتمع الدولي حوالين هذه القمه، لان يعني صاحب هذه القمه بعض من التقارير وبعض من العبارات اللي لو احنا شفنا الناس اللي يعني المدعوين في هذا المؤتمر، كل الناس بدات الحوار بتاعها بالناحيه الانسانيه او الناحيه العاطفيه. عندي كمان الجانب السياسي اللي احنا هنتكلم عنه، وازاي ان انا اعمل هجره لاهالينا في غزه ويبداوا ان هم يهاجروا إلى مصر أو إلى دول الجوار. كمان الجانب الأمني، وده حاجة مهمة جدا، وأنا عايز أستشهد أستاذة سارة هنا بعبارة دايما كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم عنها، استقرار وأمن مصر ليس من داخل مصر فقط ولكن أيضا من داخل الدول الجوار. طالما كان هناك أمن واستقرار في غزة، طالما كان هناك أمن واستقرار في مصر، طالما كان أمن واستقرار في ليبيا، طالما كان أمن واستقرار في مصر، وهكذا في السودان. ولذلك احنا تلاقينا الدولة العربية الوحيدة اللي بتصدر بيانات رسمية وبيكون عندها سرعة في إدارة هذه الأزمة. ثالث حاجة من الجوانب اللي اتكلم عنها أو اللي اتكلموا عنها في هذه القمة، الأمني والعاطفي أو الإنساني، الجانب المستدام. يعني حضرتك لو سمعت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية عندنا في مصر بتتكلم عن الاستدامة بطريقة مستدامة في الدعم الإنساني ووصول المساعدات إلى هذا القطاع. وأعتقد أن كافة الحضور في هذه القمة برضو اتكلم عن هذه النقطة، وهي نقطة الاستدامة في وجود مسار آمن لوصول المساعدات الإنسانية والدعم اللوجستي، زي ما احنا شفنا من حوالي يعني يمكن 8 ساعات 20 شاحنة بتدخل قطاع غزة، وبتتكلم ان احنا بدأنا ان احنا نمد هذا الدعم الإنساني والدعم اللوجستي بالأدوية والأغذية لأهالينا في قطاع غزة.
وعايز اقول لحضرتك مش جو بايدن هو اللي قال ان احنا نقدم الدعم الانساني، لا، القياده المصريه والدوله المصريه سبقت رئيس الولايات المتحده الامريكيه في ذلك الشان، وبدانا ان احنا نحضر للدعم الانساني والدعم اللوجستي لوصوله الى قطاع غزه. فانا اعتقد المسارات دي او الجوانب دي جوانب مهمه جدا يبدا بيها الجانب الانساني او الجانب العاطفي لجذب المجتمع الدولي حول هذه القضيه. دكتور سعيد، اسمح لنا نستكمل هذا الحوار، لكن اسمح لي أخذ معي اتصال هاتفي من دبي. معي الكاتب الصحفي أستاذ محمد تقى. أستاذ محمد، بعد التحية برحب بك معنا. بداية أنا رحب بك ورحب بالسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. مشاركات لدول عدة تعدت 30 دولة اليوم بمؤتمر القاهرة للسلام، والحقيقة كانت مشاركات قوية جدا وتعاطف غير عادي مع القضية الفلسطينية والمجازر التي تحدث في الضفة الغربية. سرعة استجابة القيادات الدولية لهذه القمة ولدعوة الرئيس السيسي، كيف تراها يا فندم؟ طبعا بداية أنا رحب فيك ورحب بالسادة المشاهدين. أعتقد أن جمهورية مصر العربية يعني حاضرة في هذه المشاهد، وأن استباقية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه القمة ليست بغريبة من أجل دفع سبل جهود واحتواء الأزمة. أزمة متفاقمة جدا في غزة أختي الكريمة، يعني تصعيد عسكري يعني بين الجانبين، راح ضحية آلاف من القتلى والمدنيين الأبرياء. أعتقد جمهورية مصر العربية يعني أكدت للمجتمع الدولي توجهاتها من خلال القضية الفلسطينية وحل الدولتين والقدس عاصمة شرقية وغربية. أعتقد أن قمة السلام قمة ناجحة، والدليل على ذلك تواجد قيادات من دول المنطقة بالإضافة إلى منظمات دولية تتواجد أيضا في هذا المشهد. تتحدث عن أكثر من 31 أو 30 دولة ومنظمة دولية تتواجد اليوم في مصر لوضع حد للممارسات العدائية من الأطراف. رسائل مهمة جدا أيضا للمجتمع الدولي ومجلس الأمن أن لابد أن يتم إيقاف الحرب وفتح الممرات. أعتقد تطرقوا لأمور كثيرة جدا، ومن أهمها هي فتح الممرات لإرسال المواد الغذائية والإنسانية التي جاءت إلى مطار العريش عبر معبر رفح. جهود مصر راسخة تجاه القضية الفلسطينية، جهود مصر واضحة تجاه القضية الفلسطينية، والجهود العربية أيضا واضحة تجاه القضية الفلسطينية، وأن مبادرة الدعوة لقمة السلام يعني دعوة حقيقية تجاه القضية الفلسطينية. أهم كلمات القادة اللي استوقفت حضرتك النهاردة يا فندم؟ أعتقد هي موضوع إيقاف الحرب طبعا، لأن هناك أبرياء، يعني الكل دعا لإيقاف الحرب الفوري، وايضا هناك ارواح تزهق من النساء والاطفال تحت نيران القصف الجوي المدمر للامانه. اعتقد المجتمع الدولي للاسف يعني كل ساعه تمر على المجتمع الدولي يعتبر استهزاء في في في, في القانون الدولي الانساني الذي لابد ان يتمتع الشعب الفلسطيني بكافه حقوقه، وتتمتع باقي الشعوب بالحق السامي للسلام والتسامح. واعتقد ان الفتره القادمه سنشهد يعني ان شاء الله تحركات سياسيه ودبلوماسيه قويه تجاه هذه الازمه، وان يتم ان شاء الله ادخال المساعدات الان عبر معبر رفح، كون ان جمهوريه مصر العربيه هي خاصره الوطن العربي وايضا ما تتبنى مع الدول العربيه والخليجيه القضيه الفلسطينيه في هذه الفتره. صباح اليوم تم فتح معبر رفح وعبور 20 شاحنة بالمساعدات الغذائية والطبية أيضا، لكن يمكن خلال كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني تكلم عن ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لإيصالها إلى مستحقيها لأبناء قطاع غزة، كيف ترى هذا التأكيد من سيادته؟ طبعا ثقة كبيرة جدا بما تقدمه مصر. مصر دائما تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية والإسعافات الأولية، لا ننسى كيف تقدمت مصر في أزمات كثيرة جدا. الآن ستكون هناك مساعدات من دول خليجية، وستكون أيضا مساعدات قادمة من المنظمات الدولية والصحية لجمهورية مصر العربية، وجمهورية مصر العربية تملك الاحترافية الشاملة والكاملة لإرسال هذه لضمان وصول هذه المساعدات. أنا أتحدث اليوم عن دولة الإمارات أختي
الكريمة. اليوم نحن الحملة الثانية كانت في دولة الإمارات، كانت الحملة الأولى في 15 أكتوبر، أكثر من 13 ألف طرد غذائي تم تجهيزه لأهالي غزة، وتم تحرك الطائرات. نتحدث عن 7500 طرد غذائي اليوم تم تجهيزه في إمارة دبي في حملة تراحم من أجل غزة. أعتقد جهود واضحة. اليوم أيضا حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، الشيخة جواهر القاسمي، تبرعت عبر مؤسسة القلب الكبير ب 30 مليون درهم للأشقاء في فلسطين. جهود كبيرة جدا من خلال الدعم الإنساني اللامحدود من دولة الإمارات أيضا ومن جمهورية مصر العربية. بإذن الله ستصل بثقة كاملة من جمهورية مصر العربية إن شاء الله إلى أهالينا في غزة. ولكن نحن ما نتمناه إن شاء الله في الفترة القادمة تواجد الرؤساء وتحركاتهم السياسية والدبلوماسية لإيقاف نزيف هذا الحرب فورا، لأن هناك أبرياء يتساقطون يوما بعد يوم. الحقيقة يا فندم فعلا زي ما حضرتك ذكرت أنه يعني هذه الأزمة التي تمر بها شقيقة فلسطين وحدت الصف العربي ودعت الكل إلى مساعدة فورية، وطبعا لا ننسى دور الإمارات في هذه الأزمة. يعني رغم هذا الانعقاد للمؤتمر بحضور قادة العالم من ملوك ورؤساء وقيادات، لكن ما زال الغارات الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة وسقوط شهداء ومصابين مستمر، حتى أنه النهاردة يمكن الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد الشهداء إلى 4473 شهيدا وأكثر من 15000 مصاب. يعني الحقيقة كيف يتم انعقاد هذا مؤتمر للسلام وفي نفس الوقت تستمر الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة؟ كيف تقرأ هذا المشهد؟ أعتقد هناك تعنت إسرائيلي فيما يخص هذا المشهد، وأعتقد أن الدول العربية والدول الخليجية تمتلك سيادة التصعيد في الوقت الذي تراه مناسبا تجاه إسرائيل. لكن لابد أن تتفهم إسرائيل أن الدول العربية قادرة على التصعيد الدبلوماسي وأيضا التصعيد السياسي فيما يخص هذه المرحلة، لأن نحن نرتبط باتفاقيات مبرمة ما بين إسرائيل وبعض الدول العربية. نتحدث عن اتفاقية كامب ديفيد ووادي عربة، وأيضا اتفاقيات المبرمة مع ثلاث دول اتفاقيات السلام. أعتقد أن اليوم الجهود الإنسانية، يعني مصر قدمت رسالة مهمة جدا للمجتمع العربي، المجتمع الدولي والمجتمع العربي، أن هذا هو نداء عالمي للسلام يتوافق في أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية في مدار العقود الماضية. طبعا أكيد نحن نثق جدا بالقيادة السياسية لدولنا، وأنا أعتقد أن سيتم الخروج من هذه الأزمة كما نخرج من عنق الزجاجة بإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام جديدة وحقيقية وجادة من الطرف الإسرائيلي. طبعا أعتقد توجهاتنا واضحة تجاه هذا الملف. هناك أيضا البارحة كان في قمة القمة الخليجية والأسيان، في افتتاح كلمة سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية تطرق أيضا للملف والقضية الفلسطينية، أنها قضية يجب أن يتم الأخذ قرار فوري في إنهاء الحرب وإيقاف هذا التصعيد الإسرائيلي الغير مبرر تماما ضد الأبرياء وضد الأطفال وضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي محمد تقي، من كنت معنا من دبي. مشاهدينا ما زلنا معكم في هذه التغطية، وأتشرف أن أستكمل حواري مع دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس. دكتور سعيد، ما زلنا نتحدث عن هذه القمة وأهميتها، لكن في رأيك لماذا عقدت هذه القمة من الأساس؟ السؤال في موضوعه، يعني احنا ليه القمة او هذا المؤتمر مؤتمر السلام ليه عقد؟ شوف يا استاذ سارة تعالي ما نحللها سياسيا. احنا كان عندنا جو بايدن جاي يوم قصف مستشفى المعمداني، وكان جاي على اساس ان يكون في هناك قمه رباعيه بين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملك عبد الله عاهل الاردن، وعباس ابو مازن رئيس السلطه الفلسطينيه، وجو بايدن رئيس الولايات المتحده الامريكيه. حدث ما حدث في فجر هذا اليوم وقصفت هذه المستشفى، وجاء جو بايدن لان الرسم الخريطه بتاعه الزياره بتاعه جو بايدن هي ان هو هيدخل الاول اسرائيل، هيقعد فيها 5 ساعات ثم ينتقل الى
الأردن لاستكمال باقي الزيارة في هذه المنطقة لعمل هذه القمة الرباعية. ولكن حدث ما حدث وحصل خشية على الوضع الأمني بالنسبة لجو بايدن رئيس أكبر دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يعني بعض مراكز الفكر في دولة إسرائيل على رأسهم شمعون بريز للسلام كتب وقال إن هذا اللقاء جري تحت الأرض في أحد الفنادق المجهولة حتى لا يعني ما يحصلش أي تداعيات أمنية في هذا الموضوع. ولكن طبعا بسبب هذه التداعيات الأمنية ألغيت هذه القمة الرباعية. دي أول نقطة. طيب تاني نقطة كمان إحنا عايزين نقول في هذا السياق، لماذا لم تعقد هذا أو لماذا الإسراع بهذا المؤتمر؟ التهجير والعبارات اللي بتتقال من كذا حد موجود في دولة في إسرائيل وفي هذا الكيان الصهيوني بتهجير الناس اللي موجودة في أو أهالي قطاع غزة إلى الدول الجوار، هو ما حددش دول الجوار، ولكن بعض مراكز الفكر في إسرائيل قالت وليما لا ما تكونش إيه سيناء. يبقى إذن هنا تحريك كبير جدا من القيادة السياسية ان احنا نبدأ ان احنا نتكلم في هذا الموضوع او ان احنا نبدأ نعمل هذا المؤتمر، اولهم اللي هي الغاء هذه القمة، تاني حاجة بداية العبارات الخاصة بتهجير الاخوة اللي موجودين في غزة الى بعض الدول. عايز اقول لحضرتك ان موضوع هذا التهجير ليس وليد اللحظة، ولكن كان من القدم، حتى كان يعني الرئيس الأصل سبق الراحل مبارك كان دايما نتنياهو يعرض عليه ويشاور له على الخريطه، احنا يعني ايه المشكله ان احنا ننقل الغزاويين او اهل غزه الى هذه المنطقه؟ رد عليه مبارك قال له الرئيس الراحل مبارك قال له فورجيت ات اباوت ات، يعني انسى هذا الموضوع تماما. ألحوا تاني على الرئيس اللي بعد كده الرئيس مرسي وجماعة الإخوان، رفضوا هذا الموضوع وعرضوا الموضوع أيضا على الرئيس السيسي. هناك إصرار هذا. طبعا هناك إصرار كامل جدا جدا. حضرتك أنت لو تتخيلي لو قرأت في هذه الأزمة بعض مراكز الفكرة الإسرائيلي بتتكلم عن هذا الموضوع بتقول ولما لا يهاجر الغزاويين أو قاطني قطاع غزة إلى سيناء مؤقتا. خلي بال حضرتك وحطي 500 شرط تحت كلمة مؤقتا، يعني هجرهم مؤقتا لغاية ما نقضي على الجماعة الإرهابية حماس ثم نرجع الغزوة. والحقيقة البيان رئاسة الجمهورية عن قمة سلام اللي صدر منذ قليل كان بيأكد على هذه النقطة، عدم قبول دعوة تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، وأنها لن تتهاون اللحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات. طبعا، وده أنا عايز أقول لحضرتك ان احنا في الجامعة العربية اجتماع القيادة السياسية بتاعتنا اقليميا محليا دوليا في اي مجتمع دولي في الامم المتحدة في مجلس الامن، حتى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من 3 ايام حل الأزمة أو القضية الفلسطينية بحل الدولتين، وجود دولة فلسطينية ووجود إسرائيل على الناحية الأخرى، الدولة الفلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية والدولة الإسرائيلية القدس الغربية ويتعاشوا في أمن وسلام. أرجع تاني أقول لحضرتك هو مش الفكر الإسرائيلي بيقول كده إن أنا عايز أنمي هذا القطاع اقتصاديا وأعمل بنى تحتية، طب ما احنا قدامنا الحل أهو، حل الدولتين، ارجع لحدود ما قبل سنة 67، وده الكلام برضو يعني دي من بعض الآليات اللي نادى بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده في المؤتمر حل الدولتين. وعايز أقول لحضرتك إن كل القادة اللي موجودين في المؤتمر من الأردن وال 30 دولة اللي موجودين في المؤتمر قالوا نفس الفكر وقالوا نفس الآليات بتاعت اتفقوا على هذه. ولذلك انا بقول لحضرتك المؤتمر هذا المؤتمر ان دل ان مصر دولة مؤثرة وفاعل مؤثر في المجتمع الدولي، تاني حاجة الاتفاق على الرؤى بين الدولتين بين الدول بعضها مع بعض في الحضور. أول آلية من هذه الآليات هي حل الدولتين زي ما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن يكون في دولة فلسطينية بيجاورها هذه الدولة ويكون فيهم بقى نبدأ إن احنا نرجع إلى مبدأ الهدوء مقابل الهدوء. عارفة حضرتك ده اللي اتقال امتى؟ في شهر 7 الماضي 2023 لما كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع عباس ابو موازن في العالمين، واتفقوا ان الهدوء يسود المنطقة، وقعدنا يدوب هم 3 شهور ده وفوجئنا بهذا الوضع. يبقى انا اول آلية اللي قالتها القيادة المصرية النهاردة في المؤتمر حل الدولتين، تاني حاجة العودة الى حدود ما قبل سنة 67 علشان نرسم الحدود ونبدأ نشوف البنى التحتية ونبدأ نشوف المشاريع الاقتصادية. ثالث حل وهو حل أو آلية مهمة جدا في إدارة هذه الأزمة فض الاشتباك.
الاشتباكات. مش هعرف احل الازمه يا استاذه ساره الا لما افض الاشتباك على ارض الواقع، وان انا اوقف الهجمات البريه اللي بتتكلم عنها اسرائيل. اسرائيل بتتكلم دلوقتي بتقول ان انا هبدا ان انا اعمل قوات بريه وابدا ان انا ادخل في قطاع غزه والكلام ده. يبقى اذا ان انا افض الاشتباك عشان اعرف ادير الازمه. سمعنا الاستاذ محمد من دبي. من الامارات، وهو بيتكلم ان مصر ليها باع كبير جدا في فض هذه المنازعات وهذه الاشتباكات. مش اول مره، مش اول مره حماس وقطاع غزه، وكان قبلها لو تفتكر حضرتك فتح وحماس والاتفاق. يعني مصر منذ يعني من زمان قوي وهي بتفض هذه المنازعات وهذه الايه. هل حضرتك شايف دكتور سعيد انه ده نوع من الضغط الانساني ما يحدث في قطاع غزه للاجبار على التهجير القسري؟ شوفي انت سالت حضرتك سؤال مهم جدا للاستاذ محمد. احنا بنتكلم في المؤتمر عن الحل وفض الاشتباكات، وفي نفس الوقت هناك غارات اسرائيليه مستمره. رد عليك قال لك هذا تعند اسرائيلي، وده سؤال مهم جدا. هو انا بعمل مؤتمر وبطرح استراتيجيات واليات ورؤى، كل ال 30 دوله والثلاث منظمات اللي موجوده في المؤتمر متفقين عليها، واسرائيل ما زالت زي ما بقول حضرتك قبل ما ندخل الاستوديو كان اكثر من 1000 صاروخ على عسقلان و20 الف مهاجر من عسقلان، ليس قطاع غزه فقط ولكن اتجهوا ايضا الى مناطق اخرى. طب ايه يعني احنا بنتكلم في ايه؟ والمجتمع الدولي، خلي بال حضرتك مش مصر بس، ده المجتمع الدولي 30 دوله ومنظمات دوليه بتتكلم في هذا الموضوع. وانت بتضربي هذا تعند، اولا تعنت من اسرائيل. انا يعني عارف حضرتك الفتى المدلل، يعني انا هعمل اللي انا عايزاه لغايه ما نشوف انتوا يعني الاخر ايه. والاخر هو هجره اهالي غزه الى سيناء. زي ما بقول لحضرتك معظم مراكز الفكر، الناس اللي بتطلع على مراكز الفكر الاسرائيليه بيكتبوا كده، ولما لا يهاجر سكان قطاع غزه فتره مؤقته حتى ننتهي من القضاء على حماس الارهابيه. لانه دكتور ده متفق عليه، مخطط متفق عليه طبعا. يعني شوف حضرتك احنا شرحنا من صحيح. من قديم الازل من ايام فلان وفلان وكانوا بيشاوروا هي دي المنطقه، هي دي المنطقه. ولكن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي واي منطق بيقول هذا الكلام؟ هو انا لو نقلت الغزاويين او اهالي قطاع غزه الى سيناء، هو حضرتك الصراع الازلي اللي بين قطاع غزه والناس اللي في حماس واسرائيل، هل هيسكت؟ هذا ليس حل. الحل مش نقل الشعب من او سكان قطاع غزه الى سيناء، ولكن اي مشكله هتحصل هينتقل الصراع من قطاع غزه الى سيناء، ودي هتبقى المشكله. مصر هتدخل في مشاكل، يعني احنا قيادتنا حكيمه جدا، ولما يكون قائد عسكري عارف يعني ايه ويلات حرب طبعا. لما هيكون في صراع اكيد هيبقى في رد فعل. هو حضرتك الاستراتيجيات والاليات بتاعه الاسلحه، هو انا لازم اكون موجود جنبك؟ لا مش لازم اكون جنبك. ما كان صدام حسين ضرب تل ابيب وهو في بغداد، ارسل عليهم صواريخ. انا ممكن سهل جدا بالذكاء الاصطناعي ان انا احدد الهدف بتاعي واضربك. هل حماس لما اهل غزه هينتقلوا الى سيناء هتسكت؟ اكيد مش هتسكت. ذريعه للصراع المسلح طبعا، ولما على ارض سيناء. ولما حضرتك تضربيني انا هسكت؟ هقول برافو ده هم بيضربوني من مصر؟ لا اكيد طبعا، ولكن انا هبدا ان انا انقل هذا الصراع الى سيناء ونحن في حل عن هذا الموضوع. صحيح. احنا عندنا في مصر احنا بنبني بنى تحتيه، احنا بنعمل مشاريع اقتصاديه، احنا بنعمل استثمارات. ما اعتقدش ان حاجه زي ديت تيجي وتعطل هذا الموضوع. يعني احنا بدانا ان احنا نكون في مصافي الدول الكبرى، احنا النمو الاقتصادي بتاعنا وصل ل 5.8%. لما حضرتك يحصل حرب زي ده تخيلي ايه اللي هيحصل بالنسبه للاقتصاد بتاعنا؟ صحيح. هنرجع تاني. لا نحن في غنى عن هذا طبعاً. وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد اكثر من مره ان الامن القومي المصري هو خط احمر طبعا، ولا يعلمها الا قائد عسكري لا يعلم ويلات الحرب. كان يعني دايما الرئيس المبارك كان يتكلم عن الموضوع دوت، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خط احمر بالنسبه لنا. لما كان بيتكلم عن ليبيا ايضا، ليبيا وبنزرت وطرابلس خط احمر بالنسبه للامن القومي. اي مؤتمر استاذه ساره بيحصل في مصر هو للامن القومي والاستقرار المصري. دول الجوار اللي حصل بالنسبه للسودان لاستقرار الامن المصري، غزه والمؤتمرات اللي بتحصل لاستقرار الامن المصري. يبقى احنا قلنا ثلاث اليات، اول حاجه حل الدولتين، ثاني حاجه اللي قالهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر العوده الى حدود ما قبل 67، فض الاشتباك عشان نبدا نشوف ازاي هندير هذه الازمه. رابع حاجه وحاجه مهمه جدا
اللي هي عدم انتقال أهل غزة إلى دول الجوار، ليس فقط في مصر ولكن أيضا ممكن في الأردن أو أي حاجة، لأننا إحنا في حل تماما عن هذه الصراع. إحنا ممكن نساعد، ممكن نرسل دعم إنساني، وزي ما قال النهاردة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هنرسل المساعدات الإنسانية في غزة وضمان استمرارية طبعا. إرسال المساعدات. عايزة أتوقف عند هذه النقطة، لأنه النهاردة شهدنا المعبر بعد يعني كذا يوم من الانتظار وإحباطات كثيرة جدا أصابت المنتظرين كل الوقت لفتح المعبر. تم فتح المعبر قبل القمة بوقت قليل وعبور 20 شاحنة. هل هذا يعني فقط للقمة أو يعني توقيته فيما قبل القمة، ولا ده يعني في ضمان، هناك ضمان للاستمرارية في ذلك؟ حلو قوي اللفظ المستدام، الدعم الإنساني المستدام، الدعم اللوجستي المستدام. أستاذ محمد كنا سامعين من شوية دولة الإمارات، ودولة الإمارات عموما سباقة في أي دعم إنساني صحيح. بالنسبة لغزة، بس هي هتوصل لغزة إزاي؟ هتوصل من خلال معبر رفح. هل يا ترى هذا الدعم سوف يكون مستدام أم سيقف حتى يومنا هذا بعد انتهاء هذا المؤتمر؟ ولكن نرجع تاني للكلام اللي بيقوله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعم المستدام، وركز دايما على الدعم المستدام. أنطونيو جوتيريش لما كان في معبر رفح من تقريبا أمس، وكان بيقول كلمة حلوة قوي، احنا لا نريد لسكان قطاع غزة أن يموتوا مرتين، مرة أثناء الحرب ومرة في قطع المعونات الإنسانية عنهم. طب حضرتك أنت كأمم متحدة هل هتعمل على استدامة وصول الدعم الإنساني إلى هذا القطاع، أم فقط علشان في مؤتمر للسلام وعشان العالم والمجتمع الدولي؟ ان انا يعني المخرج بينقل الصوره بتاعه المؤتمر هنا، وبينقل ايضا صوره المساعدات الانسانيه وهي داخله في رفح علشان المؤتمر شغال. هل فعلا هيكون في استدامه في هذا الدعم الانساني؟ حضرتك انت قلت وصول الدعم الانساني والدعم اللوجستي من اغذيه ملابس ادويه ايا كان لهذا القطاع، ولكن هل هنضمن هذه الاستمرارية؟ أنا أتمنى أن احنا نضمن هذه الاستمرارية. مصر أستاذة سارة قوية جدا في حل مثل هذه الاشتباكات، وقوية جدا في ممارسة الضغط على هذا الجانب الإسرائيلي. عايز أقول لحضرتك أن مصر هي الدولة الوحيدة المقبولة تحل أي نزاع بين الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني.